السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميدل ثري معاكم ميس شيماء عمار. النهاردة احنا مع بعض أول درس تاريخ في الكتاب. هنلاقي عندنا الدرس الأول مصر بين المماليك والعثمانيين. احنا مش أول مرة نسمع كلمة المماليك وكلمة العثمانيين، عدت علينا قبل كده واحنا في جونيور 6، بس احنا هناخد بقى بتوسع ايه اللي كان موجود في مصر في العالم الاسلامي، مين هم المماليك، مين هم العثمانيين، حاجه كده في التاريخ من 500 سنه. هنلاقي ان العالم الاسلامي في اواخر القرن الخامس عشر وبدايه القرن السادس عشر كان في صراع في العالم الاسلامي بين ثلاث قوى. الصراع اللي كان في العالم الاسلامي ده كان صراع سياسي ما بين العثمانيين وما بين المماليك وما بين قوى ثالثه اسمها الصفويين، بس الأقوى هم المماليك والعثمانيين، وخصوصا إن الصراع ما بينهم هيكون في مصر. فهنشوف إن العثمانيين هم مين، المماليك هم مين. العثمانيين دول مع بداية القرن السادس عشر هم بانت قوتهم وظهر بالأخص سلطان عظيم جدا اسمه السلطان سليم الأول. كان بيتجه بغزواته نحو الشرق لأنه كان مدرك أن الغرب متفوق أكتر منه بكتير، متفوق عسكريا حضاريا. فلما حب يتوسع في البلاد المجاورة توسع على حساب الشرق مش على حساب الغرب، فكان صدامه العسكري مع الدولة الصفوية اللي هنشوفها في إيران والدولة المملوكية في مصر والشام، وهناخد الجزئية دي بشيء من التفصيل. نشوف دلوقتي برضو المماليك كده نبذة عنهم. دولة المماليك دي قامت في مصر والشام والحجاز وجزء من ساحل أفريقيا الشرقي اللي بيطل على البحر الأحمر. يعني سيطروا على بلاد كتيرة فيها خير كتير، فيها زراعة، فيها مرور قوافل تجارية، بلاد ليها موقع جغرافي متميز، فده كان سبب غناهم. لكن للأسف تعرضت دولة المماليك في أواخر القرن الخامس عشر لأزمات مالية وتدهور اقتصادي هيؤدي بيهم لتدهور أحوالهم بقى سواء سياسيا أو عسكريا، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. لما هيجي بقى الأسئلة عن أسباب التدهور الاقتصادي والأزمات المالية لدولة المماليك هقول بسبب اكتشاف البرتغاليين طريق رأس رجاء الصالح عام 1498 وتحول تجارة الشرق من أيديهم وتحطم الأسطول المملوكي عام 1509 في معركة ديو البحرية. طيب برضو يجي سؤال، بما تفسر تعرض المماليك لأزمات سياسية أو تدهورهم سياسياً بسبب اضطراب الأمن، التنافس المستمر بين المماليك، كثرة الفتن والثورات الداخلية. طبعاً ده هيؤدي في النهاية إلى ضعف قوتهم العسكرية. يبقى ده أدى من نتائج مترتبة بقى على الأزمات السياسية، أدى إلى ضعف قوتهم العسكرية. هنشوف مع بعض الدولة الصفوية لما سليم الأول هيقرر بقى يبتدي يتوسع على حساب الدول اللي بجواره اللي هي دول الشرق. وسليم الأول حاسبها كويس، قال أنا مش هقدر أتوسع ناحية الغرب، وقلت لكم قبل كده لأن الغرب متفوق أكتر منه. طيب مين اللي أضعف؟ الصفويين، المماليك. المماليك في حالة ضعف وتدهور اقتصادي زي ما قلنا وصراع سياسي ما بينهم، الصفويين برضو في حالة ضعف اللي هي بلاد الفرس وكمان بلاد مكروهة. فنبدأ بالدولة الصفوية، كان مركزها بلاد الفرس قديما اللي هي إيران حاليا، عاصمتهم تبريز. الصدام هيبدأ ما بين العثمانيين وما بين الصفويين أهو في موقع اسمها موقعة جالديران، احفظها كأني بقول لك أهو. بص مش احنا قلنا العاصمة تبريز والمكان حاليا إيران، فجالديران مكانها إيران، فالموقع جالديران، موقع جالديران، جالديران، حط كلمة إيران اللي احنا قلناها في كلمة جالديران.
تاريخ عام 1514 العثمانيين بقيادة سليم الأول هيواجهوا الصفويين. طبعا النتيجة انتصار سليم الأول وهزيمة الصفويين ودخول العثمانيين للعاصمة تبريز. تمام؟ ماشي. أنا عايزة بقى أسأل، من اللي احنا قلناه من إن هو هيبدأ بالصفويين وبعد كده المماليك، يجي سؤال بما تفسر، إيه أسباب اتجاه العثمانيين نحو مصر والشام؟ أسباب اتجاه العثمانيين نحو مصر والشام لرغبة سليم الأول في توسيع ممتلكاته في الشرق والاستيلاء على مصر، ومصر بتمثل قلب العالم الإسلامي، منها الإسلام بينتشر إلى أفريقيا، يبقى لرغبة سليم في توسيع ممتلكاته في الشرق. ولأنه أدرك خطورة الصدام مع الدول الأوروبية في هذا الوقت بسبب تفوق أوروبا حضريا وعسكريا على العثمانيين، لذلك اتجه نحو الشرق أولا لتحقيق السيطرة على المنطقة. يبقى لرغبة سليم في توسيع ممتلكاته في الشرق، ولأنه أدرك خطورة الصدام مع الدول الأوروبية في الغرب. تمام. طيب هنشوف مع بعض استيلاء العثمانيين على مصر والشام. هيبدأ سليم الأول يخطط لبداية المعارك هتبدأ ازاي. هو سليم الأول شايف ان لازم يبقى فيه بداية للمعركة، يعني حاجة كده نستفز بيها المماليك علشان يحصل مواجهة بيننا وبينهم. فبدأ السلطان العثماني بأن هو يستولى على إمارة اسمها إمارة ذي القادر. الإمارة دي مملوكية بتقع على الحدود بين الدولتين العثمانية والمملوكية. فطبعا لما يستولى سليم الأول على إمارة ذي القادر هيخرج المماليك علشان يدافعوا عنها. فخرج السلطان كنصوة الغوري، تمام، هو سلطان المماليك في الشام، ودارت المعركة بين المماليك والعثمانيين عند مرج ضابق في أغسطس 1516. وطبعا هتنتهي المعركة بانتصار العثمانيين وهزيمة المماليك. احنا هنلاقي المماليك بقى يعني هزيمة متتالية، دايما بيدخلوا المعارك نتيجة استخدامهم للأسلحة التقليدية، هنلاقيهم دايما هزيمة المماليك. فنتائج معركة مرج ضابق، هزيمة المماليك وانتصار العثمانيين، أصبحت الشام ولاية عثمانية. يبقى كده خلص على المماليك اللي موجودين في الشام وبقت الشام ولاية عثمانية. بعديها بقى هيتوجه إلى مصر باعتبار مصر هي قلب العالم الإسلامي زي ما قلنا، والمماليك أقوى هناك. فتقدم السلطان سليم الأول تجاه مصر، فكان مستنياه هناك طبعا، وعارفين الأخبار اللي حصلت في مرج ضابق، فكان في انتظاره جيوش طومان باي عند صحراء العباسية اللي هي منطقة اسمها الريدانية. وطبعا للأسف هتهزم القوات الإيه. فهنيجي نلاقي نتائج معركة الريدانية، هزيمة طومان باي، دخول العثمانيين القاهرة، انتهت دولة المماليك في مصر والشام، أصبحت مصر ولاية عثمانية. يبقى أصبحت مصر ولاية عثمانية بعد معركة إيه؟ بعد معركة الريدانية. طيب هزيمة الجيوش المملوكية بقى ليها أسباب وليها نتائج. فهزيمة الجيوش المملوكية بيجي فيها سؤال بما تفسر وسؤال ما النتائج المترتبة. تعالى نبدأ بأسباب هزيمتهم. الناس قاعدين في مصر كانوا يعني زعلانين على هزيمة المماليك، فتيجي تتكلم معاهم يقول لك والله أصل المماليك كانوا في صراع مستمر وفتن ومؤامرات بينهم وبين بعض، بيغدروا ببعض وما كانش فيه استقرار داخلي. ناس تانية تقول لك لا، ده المماليك اتهزموا عشان استخدامهم للأسلحة التقليدية، انتوا ما كنتوش شايفين الجيش العثماني جاي مستخدم أساليب قتال حديثة وأسلحة متطورة. كل الكلام ده صح. فلما يجي يسألني إيه أسباب هزيمة الجيوش المملوكية هقول بسبب تفوق الجيش العثماني عسكريا واستخدام المماليك لأساليب بدائية، الأساليب البدائية بتاعت المماليك، تأثر الدولة المملوكية بعدم الاستقرار، يعني عدم استقرار المماليك والصراع المستمر على السلطة.
طب دي اسباب الهزيمه، ايه نتائج الهزيمه؟ يعني هم لما اتهزموا نتج عن ذلك ايه؟ طبعا اتحولت مصر للدوله، لا اتحولت مصر لولايه عثمانيه، ما بقتش دوله خلاص، تحولت مصر من دوله مستقله لولايه تابعه للدوله العثمانيه، يبقى تحول مصر لولايه عثمانيه. سيطر العثمانيين على العالم العربي او العالم الاسلامي في اتجاهين، اتجاه اسيوي واتجاه افريقي. فيجي فيها سؤال، دي لوحدها مهمه جدا وبتيجي في الامتحانات، مهمه جدا جدا، لما اقول لك سيطر العثمانيين على العالم العربي من اتجاهين اسيوي وافريقي، دلل او برهن او اثبت صحه العباره. موضوع سهل خالص، هتحكي له ايه اللي حصل في الجزء اللي في اسيا وايه اللي حصل في الجزء اللي في افريقيا. ازاي يعني؟ هي مالها قلبت جغرافيا كده؟ يعني نقصد ايه بالاجابه؟ نقصد انك هتقول حيث انتصر العثمانيين على المماليك في اسيا في بلاد الشام في معركة مرج دابق، وانتصر العثمانيين على المماليك في افريقيا في معركة الريدانية في مصر، يبقى سيطروا على العالم العربي في اتجاهين اسيا وافريقيا ولا لا؟ اهو معركة داخل اسيا في بلاد الشام ومعركة في افريقيا اللي هي في مصر، يبقى حيث انهم انتصروا في مصر في معركة الريدانية داخل افريقيا، وانتصروا في معركة مرج دابق في بلاد الشام داخل اسيا. طبعا تنتقل خلافة العالم الإسلامي الدينية والسياسية للدولة العثمانية، يعني خلاص الخلافة ترجع تاني وترجع في إيد مين؟ في إيد الدولة العثمانية، ويعلن نفسه سليم الأول حامي الحرمين الشريفين. يعني أعلن نفسه سليم الأول إن هو حامي الحرمين الشريفين اللي هو الحرم النبوي والحرم المكي في مكة، وهو اللي بيحمي جميع رعايا المسلمين في العالم الإسلامي. يبقى دي النتائج المترتبة على هزيمة جيوش المملوك. طيب خلاص كده سليم الأول والدولة العثمانية تمكنوا من المماليك في مصر وبلاد الشام. احنا بقى اللي يهمنا الجزء بتاعنا احنا ازاي هيحكم العثمانيين مصر، ملامح الحكم العثماني في مصر. اولا مصر خضعت للحكم العثماني 4 قرون متتالية، يعني 400 سنة كان حكم جامد راقد، نتج عنه تحول مصر لولاية معزولة عن أي مؤثرات بتحصل في العالم في أوروبا. فكان العثمانيين بيحولوا مصر لناس معزولة مش عارفة أي حاجة بتحصل حواليها، مؤثرات الحضارة مش بتوصل لهم أبدا، فكانوا حكمهم حكم جامد راقد، مش عايزين مصريين توصل لهم أي معلومات عن الحرية والتحرر وحق الشعوب والكلام ده. فكانوا مقسمين الحكم في مصر إزاي؟ العثمانيين وضعوا نظام محكم جدا بيتمثل في الوالي اللي بيتقال له الباشا، الديوان اللي هو ديوان القرار اللي هيراقب الوالي، الحامية العثمانية اللي بتحمي البلاد، وإدارة الأقاليم اللي هي هتروح للمماليك. هو سليم الاول شايف انا دلوقتي املاكي كترت، فما ينفعش ان انا اقعد هنا شويه واروح مصر شويه واروح بلاد الشام حبه، ولا اقعد في القسطنطينيه في الاستانه. فقال لا، انا خليني انا في مكاني وابعد بالنيابه عني والي، فالوالي ده يبقى نائب السلطان. وبعدين عشان ما يطمعش ويفكر بقى ان البلد خلاص بقت بتاعته، انا هخلي مده حكمه قصيره من عام ل3 اعوام بكتير قوي، سنه 3 سنين. فده على فكرة هيخلي الوالي مش هيهتم أبدا بأمور البلاد، عارف إن أنا بعد سنتين وثلاثة ممكن بعد سنة ألاقي نفسي بدون وظيفة بدون منصب. فكان الوالي بيهمل إدارة الحكم، مش قلبه مثلا على إنه يبني أو مثلا يهتم بمشاكل الناس، لا، قصر مدة حكم الوالي دي كانت من عوامل ضعف الحكم العثماني، وهنشوفها في السؤال دلوقتي. الوالي وبعد كده بقى في ناس تراقبه، يعني عشان الوالي ما يبقاش حر في تصرفاته، في ديوان بيراقبه بيبلغ تصرفاته للسلطان العثماني، فبقى في ديوان القاهرة. في الحامية العثمانية، ايه هي الحامية العثمانية؟ جيوش بتحمي مصر مبعوثة من الدولة العثمانية. إدارة الأقاليم اللي هو زي المحافظ، محافظ اسكندرية، محافظ القاهرة، أهي إدارة الأقاليم دي ما ينفعش تروح للعثمانيين، كان لازم تبقى في يد المماليك، لأن هما اللي عندهم خبرة. أنا أجيب حد من العثمانيين واقول له تعالى مثلا تولى اداره اقليم اسكندريه، ولا واعرف لي بقى بيزرعوا امتى والنواه اللي بتيجي ومواسم الزراعه، لا مش هيعرف اي حاجه،
لان هو جاي جديد على الارض، فكان الاحسن انه يتجاب حد من المماليك على خبره بامور البلاد، فهو اللي يتولى المنصب الرفيع ده، منصب حاكم الاقليم كان بيروح للمماليك. طيب يجي سؤال بقى يقول لك: حمل نظام الحكم العثماني في ثناياه عوامل ضعف. يعني ايه السؤال ده؟ وسؤال مهم جدا. يعني ايه اللي خلى الحكم العثماني يبقى من داخله هو اللي بيحمل اسباب ضعفه؟ حمل نظام الحكم العثماني في داخله او في ثناياه عوامل ضعف بسبب ايه؟ بسبب قصر مدة حكم الوالي وزيادة سلطة الديوان. قصر مدة حكم الوالي وزيادة سلطة الديوان. ايوه، زي ما شرحت لكم من شوية ان الوالي خلاص مش هيهتم بامور البلاد بسبب ان فترة حكمه قصيرة، فيهتم ليه؟ انا خلاص كلها حبة كده فترة وهمشي، يبقى الحق بقى اخد من هنا، اسرق من هنا، انهب شويه الفلوس تجري من الدوله العثمانيه احطها في جيبي، ما اهتمش بامور بلاد ولا غيره، لان انا المنصب ده هتركه بعد فتره قصيره. فلما يقول لك ليه نظام الحكم العثماني هو اللي حمل في داخله عوامل ضعفه، اللي بسبب قصر مده حكم الوالي وزياده سلطه الديوان والحاميه العثمانيه، وزياده سلطه الديوان والحاميه الايه؟ العثمانيه. طيب في ناس مستنية اللحظة اللي هتضعف فيها الدولة العثمانية عشان يقدروا تاني ان هم ينفردوا بحكم مصر. مين الناس اللي مستنية لحظة ضعف الدولة العثمانية؟ مين؟ المماليك، حكام الاقاليم اللي احنا قلنا عليهم، اللي تولوا ادارة الاقاليم. فلما ضعفت الدولة العثمانية في اواخر القرن السابع عشر، ابتدى يحلم المماليك حلم كده ان مصر ترجع لهم تاني وان هم يقدروا ينفردوا بالحكم. يبقى لو جالي عكس السؤال، ايه النتيجه المترتبه على ضعف الدوله العثمانيه في اواخر القرن السابع عشر؟ تطلع المماليك للانفراد بالحكم. طب ليه تطلع المماليك للانفراد بالحكم؟ بما تفسر نتيجه ضعف الدوله العثمانيه في اواخر القرن السابع عشر. هنشوف بقى احدى المماليك وهو بيحاول ان هو ينفرد ويستقل بحكم مصر، علي بيك الكبير. علي بيك الكبير كان شخص طموح جدا، وكان من المماليك اللي الناس بتحبهم في مصر. قدر ان هو يتخلص من الناس اللي بتنافسه من المماليك، يبقى هو تخلص من منافسيه من المماليك، واصبح هو الحاكم الفعلي، اصبح هو الحاكم الفعلي لمصر عام 1768. عشان لما يجي يسالني ويقول لي من هو اصبح الحاكم الفعلي لمصر 1768، هتلاقي نفسك دايخ كده، مين؟ ما خدناش اسمه ايه؟ هو حد من المماليك، اسمه مين؟ علي بيك الكبير. علي بيك الكبير هو اللي اصبح الحاكم الفعلي لمصر عام 1768. استقل بحكم مصر. يعني ايه استقل؟ يعني مش عايز يبقى تابع للدوله العثمانيه، ولا الدوله العثمانيه يبقى ليها اي سلطه عليه. فطلب من الشيوخ ان هي تدعو ليه في المساجد، وبعدين حب كده ايه الحركه اللي هيعملها بتاعت الاستقلال دي، ما يبقاش هو لوحده. يعني هو العثمانيين اخذوا مني مصر بس، واخذوا من المماليك مصر بس، ما هم اخذوا من المماليك برضو الشام. فبعت كده لحاكم جنوب الشام اللي اسمه ظاهر العمر، او ظاهر العمر، قال له يعني لو تقدر ان انت برضو تتحالف وتستقل وتبقى معايا ضد السلطان العثماني، فوافق. فكده تحالف علي بيك الكبير مع الشيخ ظاهر العمر حاكم جنوب الشام ضد السلطان العثماني، وقام باخضاع الحجاز لنفوذه. يعني كده علي بيك الكبير ماشي خطوه خطوه تمام، وقرب من ان هو ياخد بلاد الشام بقى، وكمان يسيطر ويتحالف. فهيحصل بس غلطه هيقع فيها، ان هو لما ارسل بالنيابه عنه شخص بيثق فيه جدا اللي هو نائبه محمد ابو الدهب. محمد ابو الدهب ارسله لغزو الشام، فدخل دمشق، وسيطر ايه عليها. ده مين ده؟ محمد ابو الدهب. لما يجي يقول لك مين اللي استطاع دخول دمشق وسيطر عليها، مين؟ محمد ابو الدهب. لكن محمد ابو الدهب قعد فكر كده، قال
انا هستفاد ايه بقى من حركة علي بيك الكبير وان هو ينجح ويستقل بمصر؟ انا هستفيد ايه يعني؟ هيكافئني يعني مثلا انا مصلحتي يا ترى مع مين؟ مع علي بيك الكبير ولا مصلحتي مع السلطان العثماني؟ هو اختار الحل التاني، انا مصلحتي مع السلطان العثماني، فقرر ان هو يروح للسلطان العثماني ويحكي له ماشي، ويتفق معاه ضد علي بيك الكبير. فتفشل حركة علي بيك الكبير، لأن السلطان العثماني لما هيعرف هيشيل طبعا علي بيك الكبير من حكم الإقليم، وهيعين بداله، هيعين بداله شيخ البلد محمد أبو الدهب. فيجي يسألك يقول لك إيه أسباب وإيه نتائج؟ إيه أسباب فشل حركة علي بيك الكبير؟ بسبب خيانة نائبه محمد أبو الدهب وانحيازه للسلطان العثماني واتفاقه معه ضد علي بيك الكبير. ايه نتائج حركة علي بيك الكبير؟ فشلت حركة علي بيك الكبير بسبب انحياز محمد ابو الدهب للسلطان العثماني. ورجعت مصر ولاية عثمانية تحت حكم شيخ البلد محمد ابو الدهب. يعني ايه النتائج المترتبة على فشل حركة علي بيك الكبير؟ عادت مصر ولاية عثمانية تحت حكم شيخ البلد اللي هو محمد ابو الدهب. فبكده هتفشل حركة علي بيك الكبير اللي هو كان احدى المماليك اللي بيتطلعوا لإيه؟ للتخلص من سيطرة الدولة العثمانية، وكانوا بيحلموا إن هم يستقلوا بحكم مصر. طيب إحنا خدنا الخلاص الحياة السياسية كان بيحكم إزاي الحكم العثماني نسيم الأول، الحكم كان طريقته إيه. تعالوا ناخد بقى الحياة الاقتصادية. الأوضاع الاقتصادية تدهورت في مصر أثناء الحكم العثماني. وأي اقتصاد بيبقى قائم على زراعة صناعة تجارة، فتعالوا نبدأ بالزراعة. كانت الأرض ملك لمين؟ الأرض ملك للدولة العثمانية، ممثلة في مين؟ في السلطان. مين اللي بيشتغل فيها؟ الفلاح، عن طريق التكليف. يعني هما بيكلفوه إنه هو يزرعها ماشي، بس ليس له حق التصرف فيها، يعني ولا حقه يبيعها ولا يأجرها ولا يورثها، تمام؟ فده عرف بحق الانتفاع. يبقى ما المقصود بحق الانتفاع؟ هو نظام تكون فيه الارض الزراعيه ملك للدوله العثمانيه اللي هي ممثله في السلطان، وتزرع عن طريق تكليف الفلاح بزراعتها دون حق التصرف فيها او بيعها او توريثها. ده مفهوم حق الانتفاع. طيب مع ضعف الدوله العثمانيه، مع ضعف الدولة العثمانية ابتدت تطبق نظام اسمه نظام الالتزام في منتصف القرن السابع عشر. يبقى نظام الالتزام ده هيتطبق مع ضعفها في القرن السابع عشر. ابتدت تفكر ان هي تشوف حد يكون من اغنياء، من الاغنياء في الوقت ده، يدفع لها الضرائب مرة واحدة بقى، وهو يفضل يلم المبلغ براحته من الفلاحين، فيلمهم بقى الضعف، يتعسف ويبقى ظالم وهو بيجمع الضرائب. ما من ليه همها، مصلحتها ان هي تاخد المبالغ مجمعة. فكان النظام ده بيعرف بنظام الالتزام، نظام الالتزام، نظام طبقته الدولة العثمانية في منتصف القرن السابع عشر. طبعا بالوضع ده الفلاح بيدفع ضرائب كتير، وفي ملتزم بيرهقه وبيتعسف وبيظلمه وهو بيجمع منه وبياخد منه الضرائب. والحكام اللي هو الوالي او حاكم الاقليم بدل ما يبقى بيهتم بنظم الري او يساعدني او يشوف طلبات الفلاحين ايه او يساعدهم باي شيء، ما بقاش في دماغه. الحاكم هيهمل، هيهمل شؤون الري، ولا هيفرق معايا مثلا ان الارض دي محتاجه مثلا ترعى، ولا هنا محتاجين اقامه سدود، ولا نهتم بنظم الري، مفيش الكلام ده خالص. فتدهورت الزراعه وتدهور احوال الايه المجتمع الريفي في مصر بوجه عام. فلما يسالك ايه اسباب تدهور الزراعه في ظل الحكم العثماني، هتقول بسبب معاناه الفلاح واهمال الحكام. معاناه الفلاح من ايه واهمال الحكام لايه؟ معاناة الفلاح من كثرة الضرائب المفروضة على الأراضي وشدة تعسف وظلم الملتزمين في جمعها، وإهمال الحكام أو عدم اهتمام الحكام
بتنظيم الري أو إقامة السدود أو حفر الترام. السؤال أهو قدامنا مرة تانية، تدهور الزراعة في العصر العثماني بسبب كثرة الضرائب المفروضة على الأراضي الزراعية، ظلم الملتزمين في جمع الضرائب، عدم اهتمام الطبقة الحاكمة بتنظيم الري أو إقامة السدود وحفر الترام. نيجي للصناعة بقى، الصناعة تأخرت وتدهورت بسبب تدهور الزراعة، ما فيش زراعة، ما فيش صناعة، ما فيش مثلا قطن، ما فيش صناعة غزل ونسيج، فبيبقى حاجة بتؤدي إلى التدهور اللي بعدها. فالصناعة لما يجي يسألني بما تفسر ليه تأخرت هقول بسبب تدهور الزراعة وانتقال الصناع المهرة إلى الأستانة عاصمة الدولة العثمانية. سليم الأول لما شاف الفن والخبرة بتاعت الصناع المهرة اللي موجودين في مصر رحلهم إلى الأستانة عاصمة الدولة العثمانية، وبقى في مصر الصناعات اليدوية البسيطة الرديئة، يبقى ده أدى إلى تأخر الصناعة في مصر، يعني ما النتائج مترتبة على انتقال الصناع المهرة إلى الأستانة أدى إلى تأخر الصناعة في مصر وأصبحت الصناعات يدوية بسيطة. هنيجي هنا للتجارة، والتجارة في مصر برضو تدهورت، كان في كساد للتجارة. ولما نتكلم عن التجارة، التجارة نوعين، تجارة داخلية وتجارة خارجية. التجارة الداخلية تدهورت ليه أو كسدت ليه؟ أولا مفيش زراعة صناعة، هبيع واشتري في إيه بقى؟ ما هو ولا زرعنا ولا صنعنا، يبقى في بيع شيء وبيع وشراء، صعب. يبقى كساد التجارة الداخلية بسبب تدهور الزراعة والصناعة وبسبب افتقاد الأمن. أنا مش مآمن على تجارتي أو القوافل اللي خارجة، ممكن يحصل فيه غارات متلاحقة من بدو الصحراء اللي هم زي قطاع الطرق، الطرق حتى الطرق البرية مفيش اهتمام بيها، أي حد ماشي ممكن تلاقي القوافل خرجت لقت صخور، لقت طرق غير مجهزة، فبتتعرض القوافل التجارية ديت لإيه؟ للأخطار. فكانت التجارة الداخلية في مصر في حالة كساد بسبب إيه؟ تدهور الزراعة والصناعة، افتقاد الأمن، عدم الاهتمام بالطرق البرية، الغارات المتلاحقة لبدو الصحراء. نيجي بقى نتكلم عن التجارة الخارجية، والتجارة الخارجية دي اللي بين مصر والدول الأخرى، وهي بصراحة متدهورة من قبل العثمانيين كمان، من ساعة طريق رأس رجاء الصالح. فلما يجي يسألني بما تفسر تدهور التجارة الخارجية هقول بسبب تحول الطريق التجاري بين الشرق والغرب إلى طريق رأس الرجاء الصالح، زائد كمان إن الدولة العثمانية منحت التجار الأجانب امتيازات، ماشي؟ فلما الدولة العثمانية فضلت التجار الأجانب والدول الأجنبية لتسويق منتجاتها في مصر، فده أدى إلى كساد التجارة. يبقى كسدت التجارة الخارجية بسبب تحول طريق رأس الرجاء، تحول طرق التجارة إلى طريق رأس الرجاء الصالح، ومنح الدولة العثمانية الامتيازات الأجنبية للدول الأوروبية. نيجي نتكلم بقى عن الحياة الاجتماعية. الحياة الاجتماعية أيام الحكم العثماني كان المجتمع المصري بينقسم إلى فئتين، فئة حكام وفئة محكومين. مين الحكام دول؟ دول الأتراك والمماليك، عشان لو جالي صح وخطأ وقال لك الأتراك العثمانيين فقط، لا، والمماليك اشتركوا في الحكم، مش هما دول اللي أخذوا منصب حاكم الإقليم اللي اتكلمنا عليه. فكان في منصب برضو مهم في إيد المماليك، عشان لما يجي يسألني فئة الحكام أتراك فقط، لا، أتراك ومماليك. دول بقى اللي كانت في إيدهم شؤون الحكم والإدارة والجيش، وتركزت في إيديهم السلطة، وهم اللي كانوا بيتمتعوا بالثراء والغنى. نيجي بقى نشوف فئة تانية اللي هي فئة المحكومين. فئة المحكومين كانت طبقتين، طبقة وسطى وطبقة دنيا. الطبقة الوسطى كانت محدودة يعني قليلة، الطبقة الدنيا دي الأكثرية، دي اللي مالية بقى مالية الدنيا، عددهم كبير جدا. الطبقة الوسطى من المحكومين اللي هم المصريين، يعني اللي كانوا بيتمثلوا في الشيوخ، علماء الأزهر، رجال الدين، كبار التجار، دول طبقة وسطى محدودين مش كتير. أما الطبقة الدنيا اللي هم المصريين بقى، اللي هم الكتار بقى الأكثرية، فلاحين وصغار حرفيين وعامة الناس،
ودي اللي كانت بتعاني دايما من الفقر والظلم والأمراض وانتشار الأوبئة. يبقى الحالة الاجتماعية في مصر أو الحالة الاجتماعية فئة حكام اللي هم أتراك ومماليك، وفئة محكومين اللي هم المصريين اللي هم هينقسموا إلى طبقة وسطى وطبقة دنيا. الطبقة الوسطى محدودة والطبقة الدنيا هي الأكثر. طيب يتبقى لنا بقى الحياة الفكرية والثقافية. تفتكروا العثمانيين اللي تسببوا في تدهور أحوال مصر اقتصاديا اجتماعيا سياسيا، هيفكروا في الحياة الفكرية أو الحياة العلمية في مصر؟ بالعكس، ده هم كانوا بيتمنوا إن مصر تبقى في حالة جهل وما يبقاش حد بيهتم بالعلوم أبدا، لأن اللي بيهتم بالعلم بيشغل دماغه، بيحاول يفكر في حل مشكلته. فهم مش عايزين ده يحصل في مصر. هم فرضين علينا العزلة من البداية اللي يخليهم يحكموا 400 سنة، فهم عزلونا عن أي تطور بيحصل حوالينا. فاتسمت الحياة الفكرية خلال فترة الحكم العثماني بالجمود وبالتخلف. بما تفسر ليه بقى، ليه الحياة الفكرية كانت في مصر كده؟ احنا ممرناش بالجهل ده قبل كده بالطريقة الغريبة دي والجمود، وان يبقى فيه تخلف وانتشار للخرافات والدجل والشعوذة ما زادتش قوي غير في ظل الحكم العثماني. ليه؟ بما تفسر بسبب العزلة، بسبب العزلة اللي فرضها العثمانيين على البلاد وإهمالهم للعلوم العقلية أو الرياضة أو الطبيعة. مش عايزيننا نفكر في أي علم يشغل دماغنا. فلما يقولك إيه النتيجة المترتبة على سياسة العزلة، أو إيه النتيجة المترتبة على سياسة الدولة العثمانية في الحياة الفكرية والعلمية نتج عنها اهتزاز مكانة الأزهر علميا، لأنه لم يعد هناك اهتمام بالعلوم العقلية أو الرياضة أو الطبيعة. أي حاجة كده فيها تشغيل مخ هيلغيها الحكم العثماني، هيقتصر بس التعليم إن احنا نعلمهم قرآن، علوم الشرعية. فكان الاهتمام بالعلوم الشرعية فقط. فتدهورت الحياة الأدبية، ونتج عن ذلك برضو انتشار ظاهرة الدجل والشعوذة والخرافات وشاع الجهل. يعني أي حد بيحصل له أي حاجة بيعتمد على إن هو يفسرها لحاجات فيها خرافات كده دجل. فكان المجتمع في ظل الحكم العثماني مسيطر عليه الجهل، وتدهورت الحياة الفكرية والحياة العلمية والثقافية في مصر. يبقى دي أحوال مصر أهو في الفترة بتاعت الحكم العثماني بعد ما تحولت مصر لولاية عثمانية.